مشكلة الهالات السوداء الأكتر لما بتبقى وراثي. ام يعني الهالات السوداء ممكن تيجي من السهر، يعني النوم القليل، ام ممكن تيجي من الإرهاق الشديد، ام الأكل اللي مش مظبوط، قلة ام المية، ام كل ده بلس إنها ممكن تبقى جينيتك، يعني حاجة وراثية. ام دي بقى اللي بتبقى صعبة شوية. ام يعني احنا طبعا لازم يبقى فيه حاجة برضو برل اللي هتمشي مع الكريمز اللي في البيت، مع سيشنز بتتعمل في حاجة هل اسمها السيشنز دي فعلا افكت بتجيب نتيجة؟ بتبقى كويسة قوي لو انا عندي مشكلة، يعني بعالجها مع علاج الهالات. لو انا وراثي بتبقى احسن طبعا، مش هنختفي 100%، بس هتبقى افضل ما يكون. يعني الفكرة ان احنا يعني بس انا بنوصل. سمعت في الهالات السوداء ليها طرق مختلفة، يعني انا سمعت ان في حقن فيتامين سي، في اعتقد جهاز اسمه، في جهاز كاربوكسي كاربوكسي، في حاجات مختلفة. انتي بالظبط. ايه بقى افضل حاجة فيهم، ايه افضل ما استخدام، فيش لان احنا لما نسمع كده ما نبقاش عارفين نقرر. بالظبط. بصي الفكره في الدكتورز اللي قدامك هيقرر ايه. تمام. في ليزر كمان ممكن اشتغل على المنطقه اللي حوالين العين بالليزر. اوكي. اوقات بيبقى في منطقه حوالين العين ما بتبقاش غمقان، بس بيبقى المشكله في عروق مثلا زرقاء او حاجه، العروق دي حلها ليزر. فكل حالة وليها ظروفها. الغمقان ليه يعني قصة. الهالات السوداء ممكن تبقى نتيجة عروق أو سهر، يعني كل حالة لها كيس، لها استخدام، مختلف لها نتيجة، طبعا استخدام معين، طبعا. علاج معين. اللي احنا نقدر نقوله يعني من غير اي علاجات، ان انا انام على قد ما اقدر بدري، اكل كويس، اشرب ميه كتير، الحاجات اللايف ستايل الصح اللي تخلي الدنيا تقل على قد ما نقدر، مع الاهتمام بقى الكير التاني. بس دي حاجات بيزك بتخليني يعني بتساعد البشره انها تبقى كويسه.